أنت رئيس حراك البيت العراقي وأحد المشاركين البارزين في ثورة تشرين العراقية، أين أنتم اليوم مما يجري في إيران في العراق على الساحة العراقية؟ يعني نظم العراقيون عدد من الوقفات الاحتجاجية والوقفات المساندة للشعب الإيراني، لم تقتصر على العاصمة بغداد بل نظمت كذلك في البصرة وأربيل والنجف. العراقيون يعانون من الهيمنة والنفوذ الإيراني في البلاد، وبالتالي يتحكم هو في كثير من مفاصل الحياة هناك، ونتعرض لضغط من قبل ذيولهم وتابعيهم الموجودين. بالتالي ما يحصل في إيران ينعكس بارتداد بشكل أو بآخر علينا في العراق، وهناك كثير من رسائل التأييد والمساندة التي أرسلناها، ولا يبتعد العراقيون ولم يدخروا جهدا في محاولة إرسال رسائل التعاطف والمساندة، وهو أقصى ما يستطيعون فعله، بل إذا أكبر من ذلك خلال اجتماعاتنا التي تحدث من بيننا وبين الكثير من الصحافة ومراكز البحوث الأجنبية والإقليمية، يشدد العراقيون على ضرورة مساندة الشعب الإيراني فيما يقوم به، وهذا لا يعتبر تدخل في الشأن الإيراني بقدر مساندة الحالات الإنسانية التي تخلى عنها أخلاقيا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي، المجتمع المحلي، المجتمع الإقليمي مطالب بموقف أخلاقي، التزامات الأخلاقية تجاه ما يحصل، عدم غض الطرف عن ما يحصل هناك في إيران وكذلك في العراق ولبنان. نحن نعيش اليوم، يوم غد سيكون هناك إحياء لذكرى يوم 25 أكتوبر 25 تشرين، وهو انطلاق الاعتصام في العراق بعد في عام 2019. أصبحت ذكرى مجرد ذكرى؟ العراقيون يستذكرون ويذكرون في هذا اليوم، يعني ما بأننا ما زلنا، يعني ثورتكم ماتت، ثورة تشرين لم تموت، هي فكرة ولا يمكن الأفكار أن تموت، سواء انطلقت لتتحول لعمل سياسي يحاول أن يحدث فارقا أو من خلال تنظيم الوقفات والاستذكارات وكذلك الضغط الجماهيري. الحالة المدنية والحالة التغييرية في العراق هي الأكبر، رغم كل ما يعاني من الشعب العراقي، رغم كل ما نعاني منه من تضييق داخلي يحصل من خلال أدوات السلطة وخارجي من خلال التدخل في شؤوننا بشكل أو بآخر، تعرض العراقي لخيبة أمل بعد أن رأى أن المجتمع الدولي أعطى شرعية كاملة لحكومة الإطار التنسيقي والذهاب لتشكيلها، والتي تعاني الآن من صراعات داخلية كثيرة في عملية تسمية الوزارات. هنا لا يذهبون للتنافس وفق البرامج أو تطوير هذه الوزارة أو تلك الهيئة بقدر حاجتهم لأن يهيمنوا على المصادر المادية والمصادر البشرية التي يستطيعون أن يخدموها من خلال الوزارة الفلانية أو الهيئة الفلانية أو القطاع الفلاني، وهذا الصراع الأكبر الذي يؤخر تشكيل حكومة السوداني الآن. طيب أستاذ عبد الرزاق، بين يدي ذكرى ثورة تشرين العراقية، هل يجهز العراقيون ثوار تشرين أنفسهم لمرحلة ما بعد سقوط النظام في إيران، أم أن هذا من سابع المستحيلات؟ ثورة تشرين، الثورة الخالدة، الحقيقة حققت إنجاز مهم جدا، هو إنجاز واحد مهم جدا، هو أنها ذبحت الطائفية بالعراق. لكن للأسف الشديد، يعني عندما طالبت ثورة تشرين أنه كشف القتلة، احنا كإطار فارسي، طبعا انا اتكلم اقول احنا لان انا احد افراد هذا الإطار واحد افراد منظمة بدر وقدمائها، يعني بحكومة مصطفى الكاظمي للحقيقة هي ما كانت خيار تشرين على الإطلاق، لكن الظروف يعني ثبتت مصطفى الكاظمي. الكاظمي راح يعني كشف الناشطين وتم اغتيالهم. طالبة تشرين على حصر السلاح بيد الدولة، الكاظمي حصر سلاح الدولة بيد الميليشيات. إذن ثورة تشرين حققت لنا شأن واحد وهو مهم، ذبح الطائفية. العراق بحاجة إلى تشرين، هو كل العراق تشرين، 80% من المقاطعين للانتخابات هم تشرين. بس اليوم أستاذ عبد الرزاق، أمام ما يجري في الجارة إيران، ثوار تشرين قادرون على تجديدها، أم أنها أصبحت ذكرى، وأن يد الميليشيات الموالية لإيران هي الطولة؟ ما زالت اليد الإيرانية اللي يمثلها الإطار الفارسي ما زالت قوية، ولكن هذا لا يعني أن تشرين ماتت. تشرين موجودة، فكرة تتجدد بأي لحظة وبأي ساعة وبأي يوم.
نعم ثورة تشرين هي ساندة للثورة الإيرانية، وكل الشعب العراقي والشعب العربي هو مساند. كيف ساندة؟ ساندة بأي طريقة ساندة؟ ساندة هي فكرة، شوف ثورة تشرين وإيران برا برا، بغداد حرة حرة، هذا شعار يعني الإيرانيين هواية يعني استصاغوه، وكذلك كان يحيون الشعب العراقي وهو يثور على الميليشيات الولائية. ففي ترابط بإذن الله تبارك وتعالى بين الشعب العراقي والشعب الإيراني، لأن النار اللي تكوي الإيرانيين هي نفسها النار اللي جاي تكوي العراقيين وتكوي أربع عواصم من وطننا العربي. فلابد أن يكون هذا التلاحم وهذه المحبة وهذا الإسناد بعضنا الآخر يكون يعني بإذن الله ينجح. نعم تشرين موجودة، بالعراق وموجودة عند كل شعب حر، عند كل شعب يريد الحرية ويريد الكرامة ويرفض الانبطاع والخضوع للملالي أو الميليشيات الولائية اللي تابعة. أستاذ عبد الرزاق، قوة